الفالنتين السنه دي جاي يوم الثلاث، انا الاجازه بتاعتي يوم الاحد وفاضي من الشغل بتاعي يوم الاحد، فقلت خلاص النهارده بنجيب الدبدوب عشان ايه كده يعني ما تحصلش مشكله بعدين. لا مش فاضي ونعدي اليوم. الدبدوب وحاجات دي بتتراوح اسعارها مش اقل من 60 جنيه الواحد، معاك لحد 500 جنيه. عامه البنات بتحب الحاجات دي، بتحب حكايه الدباديب، بتحب الورده، يعني اي حاجه قليله بيعبر بيها عن حبه دي بالنسبه لنا حاجة كبيرة قوي. السكر والزيت والحاجات دي هي تنفع مش مهم. الحب مش هدايا، في هدية معينة زي مثلا شوكولاتة. لا انا جوزي ده انا اجيب ليه وليا لان هو مش فاضي بيشتغل. ما اشتريتش الدبدوب علشان احنا عندنا دبدوب. الفلوس اللي معايا ياما يا دوب تكفي هدية لرحاب. بقى بتبدل الحتة بتاعتك عليا امك ولا رحاب يا طه؟ ازاي امك تسأل سؤال زي ده؟ رحاب طبعا. بتزوغ ازاي؟ معلش بقى خليها المرة الجاية. طب ان شاء الله، بس انا نسيتها ان شاء الله، انا هفتكر الموضوع ده. بديها وش كده على طول، والله يا بنتي الحالة ضنك خالص، انا مفيش فلوس عندي. فهي هي عارفة بقى عندي شغل، عندي مشوار، مش فاضي النهاردة. ممكن تقفل موبايلك والواتساب ما تفتحوش خالص والكلام ده اللي هي ممكن تكلمك عليه. لا ما بزوغش من ايديا، اذا كنت 40 سنة جوازي النهاردة ازوغ امتى تاني بقى؟ لحسن الحظ ان انا مش متجوز. الفالنتاين ده الناس بتصحى فيه الصبح يلبسوا استغفر الله العظيم ويقعدوا يتمايسوا على بعض طول اليوم ويبعثوا لبعض اس ام اس كلها استغفر الله العظيم، وبعد كده ينزلوا يشتروا بتاعه كده استغفر الله العظيم ويلفوه واخرة الليل يتلموا مع بعض ويعملوا استغفر الله العظيم. لو انت مرتبطه وخطيبك ما جابلكيش هديه هتعملي ايه؟ طلع عينه كده احسن، بلا وجع قلبي بلا وجع جيب. مش شرط الحب يكون اتنين بيحبوا بعض، ممكن يكونوا صحابك او اخواتك او زمايلك الشغل. هو انا اكيد الصراحه اوفر يعني، بس كنت اتبسط لو جالي هديه. انت بتعمل ايه هنا؟ انا هنا عشان الفالنتاينز دي يا اونكل. ما عندناش حد بالاسم ده. ده عيد الحب يا اونكل. انت قلت لي اسمه ايه ده؟ دبدوب يا اونكل.